مرحبا بكم أحبتي طلبة الصف السادس في مادة الأسبوع المقدمة لكم خلال هذا المقطع. أود أن أنوه أحبتي طلبة الصف السادس إلى أننا في الدرس أو في الأسبوع الأول سوف نتحدث في هذا الدرس حول محبة الله سبحانه وتعالى وتقديره وتعظيمه الذي سوف يتعرف إليه الطالب من خلال أفكار الدرس الذي يحث على المسلم الذي على محبة الله سبحانه وتعالى الذي خلقه وأنعم عليه فيقوم بناء على ذلك بالأعمال الصالحة التي ترضيه سبحانه وتعالى. ولا بد أن ننوه إلى أن لله سبحانه وتعالى أسماء وصفات عظيمة تدل على صفات الكمال والودود مثل المحب لعباده المؤمنون. ولا بد أن نشير إلى أن الله سبحانه وتعالى كذلك يحب عباده المؤمنين، فهو يقول يحبهم ويحبونه، والمقصود بالمحبة أي تعلق قلب الإنسان بالله تعالى بحيث يقبل على الطاعات ويجتنب المعاصي ويبتعد عنها. وإذا أردنا أن نوضح العلامات التي تظهر على الشخص المحب المخلص لله تعالى، فمنها أن يلتزم بكل أمر أمره الله سبحانه وتعالى له، وأن يجتنب كل ما نهاه عنه، أن يقوم بالعبادات على أكمل وجه كصيام وصلاة وزكاة وغير ذلك، هذا بالإضافة إلى قراءة القرآن الكريم والعمل بما جاء فيه. نضيف أحبة الطلاب إلى ذلك أهمية الإكثار من ذكر الله تعالى في الأحوال كافة. ولا بد أن نشير خلال هذا الدرس على مدار حصتين إلى الاقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلوكه وأخلاقه، فذلك يظهر أيضا محبة المسلم المؤمن لله تعالى. هذا بالإضافة للقيام بالأعمال التي تنفع الإنسان والمجتمع كالعلم والزراعة وشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه وحمده عليها. بعد ذلك أحبة الطلاب سوف ننتقل إلى تدبر النصوص الشرعية واستخراج العلامة الدالة على محبة الله سبحانه وتعالى منها، ويجيب عنها الطلاب عن طريق التواصل الجماعي في الصف. بعد ذلك أحبتي ننتقل إلى حل ومناقشة أسئلة الدرس لتثبيت المعلومات، هذا بالإضافة إلى التقويم الذاتي النهائي، فمن خلال حل أسئلة الدرس سوف يثبت الطالب المعلومات فسوف يذكر علامتين من علامات محبة المسلم لله تعالى وأمرين من الأمور التي تزيد محبة المسلم لله تعالى، ويبين الجزاء الذي أعده الله تعالى لمن يحرص على محبته وطاعته، وبعد ذلك يقوم بوضع إشارة صح وخطأ أمام العبارة الصحيحة أو الخاطئة للإشارة إلى بعض المصطلحات المتعلقة بالدرس. وهكذا أحبتي طلاب الصف السادس نكون قد أنهينا محتوى الأسبوع الأول المقدم لكم. إلى اللقاء.